ويمكن ده كان من خلال الأغنيات، إذا كان من خلال اللحن المقدم، وإذا كان من خلال الكلمة المكتوبة، وأيضا من خلال الشخص المغني لهذا اللحن وهذه الكلمة، كان بيساعد برضو في قرارات كثيرة جدا كان ممكن تخص برضو الوطن من خلال أغنيات للوطن. أيضا كذلك الشباب في صنع اتخاذ القرار، هو موضوع قضية اليوم لحلقتنا من خلال 24 قراءات. سعداء جدا يكون مشاركنا الآراء أستاذ عماد الدين إدريس محمد ناشط اجتماعي. أهلا ومرحبا بكم، مساء الخير عليك. أهلا بكم وعلى جميع المشاهدين عبر أثير أو قناة S24 يعني في هذا المساء الجميل يعني. أهلا ومرحبا بك أستاذ عماد. ومشاركة الشباب في صنع اتخاذ القرار باعتبار أن الشباب شريحة كبيرة جدا من المجتمع، هم الأمل المستقبل وأيضا هم الأمل المرجو من خلال التغيير. إذا تكلمنا على فكرة صنع القرار أو اتخاذ القرار، يعني بداية إذا تكلمنا على مفهوم كبير جدا وشامل جدا صنع القرار، القرارات دي ممكن تكون قرارات اقتصادية، اجتماعية، سياسية، قرارات ممكن تتغير فيها أحوال بلد من خانة إلى خانة أخرى يعني. فماذا نعني بهذا المفهوم؟ يعني بنتكلم عن عنوان كبير جدا عن مشاركة الشباب في صنع القرار. أول حاجة كلمة الشباب ذات تلقاهم هنا في يعني في المجتمع السوداني نسبة الشباب أكثر من 60% يعني حسب الإحصائيات الموجودة هسه. لو جينا شفنا في كل في المحافل الكبيرة جدا حتى في على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد المحلي بنلقى والله الشباب هم له الدور الكبير جدا. عشان كده بعد ذلك بكون يا أخي ضرورة جدا وحاجة ملزمة يكون في يعني إشراك للشباب في صنع القرار يعني. ومش إشراك حتى يعني بنقول الله يا أخي حتى يكون مش في صنع القرار بل يكون في هم متنفذين للقرار يعني. وبعد ذلك تنفيذ القرار حاجة حينة جدا، لكن كيف الناس يكون انت تكون مشارك اساسي في صنع القرار ومتخذ القرار برضو. كلمه الشباب كلمه فضفاضه جدا يعني. الناس بيعرفوا الشباب مثلا ما بين عمر 18 سنه لغايه مثلا 35 سنه. في بعض الجهات الثانيه بعض المنظمات الثانيه مثلا عرفت الشباب مثلا من 13 سنه لغاية 30 سنة. طبعا الحاجة دي برجع لطبيعة الشباب في كل منطقة مثلا يعني في الأرياف بنلقى والله يا أخي خلاص الشباب ده ذو مجرد ما خلاص هو بقى يافع خلاص هو بقدر يساعد الوالدين وكي خلاص ما هو بقى عنده القوة بتاعت الشباب. برضو لما نتكلم عن الشباب بنشوف الله يا أخي الشباب الناس كتار جدا بتحدثوا يا أخي الشباب يعني ما بضروري يكون شباب العمر، ممكن يكون شباب الروح. لكن لو كان هنا يعني مزجنا ما بين الشباب الروح وبين شباب العمر بعدك بدينا يعني الحاجه الاساسيه وبيدينا المعنى الحقيقي للشباب لانه بيكتمل فيه القوه الفكريه اللي هو الزول خلاص يعني وصل للثلاثينات عنده القوه الفكريه والقوه المعرفيه من خلال التجارب وايضا عنده القوه البدنيه لانه زول في العشرينات والثلاثينات عنده القوه البدنيه. ده بيخلينا والله يا اخي نحن ننظر للسودان من والله يا اخي دوله شابه يا يعني مجتمع شبابي مثلا يعني من الجنسين بنلقى والله يا اخي العدد كبير جدا. لما نتكلم عن اتخاذ القرار وصنع القرار شنو الفرق بين الاثنين مثلا يعني. يعني الناس ممكن يقولوا والله يا اخي انا شاركناك في صنع القرار. يعني ممكن نجي نشاور الناس لكن بعد ذاك لما يكون في لما نجي في مطبخ الاتخاذ ما يقوم يتخذوا القرار الناس اجمعوا عليه مثلا. عشان كيف نقول يا اخي بنفرق ما بين الحتتين دول حاجات مهم يعني. شنو صنع القرار وشنو اتخاذ القرار؟ صنع القرار انت لما تصنع قرار لابد ان يعني تجمع معلومات كويسه تحدد هدفك يعني تعمل شنو مثلا بالتحديد يعني. ايوه تجمع معلومات حول الحاجه دي بعديه وبرضه تشاور منو يعني مثلا انا لو دير تخصيص قرار لو هي كم مجموعه مثلا في حي في منطقه في شركه في مؤسسه في منظمه ايوه اكيد نشاور منو مثلا يعني الناس اللي عندهم خبرات كده بعدين نجمع اكبر قدر من البدائل. ليه؟ لانه عشان يدينا انا بعدين فرصه يتخذ قرار يختار الخيار المناسب. الحاجه الثالثه بعدين انت بتشوف والله يا اخي انا كيف اختار من ضمن البدائل الموجوده دي يعني قرار يتناسب. الحاجه الاخيره بعدك بتنفذ الكلام انت قبل ذكرتيه وتنفذ القرار. في النقطه الاخيره دي لو فات بنفس الطريقه دي العمليه لو الاجراءات فات بنفس الطريقه دي خلاص اتخاذ القرار بتيجي قرار يعني بطريقه صعبه جدا. لكن لو كان بس خلاص مجرد ما زول يجي قال والله يا اخي انا خطوني في الموضع الفلاني مثلا مدير لمؤسسه محدده واي حاجه يخطر على باله يقوم يتخذ قرار وقتي مثلا من غير دراسه من غير كذا ده الخطوره فيه يعني في اتخاذ القرار. لكن لو يتدرج بنفس الطريقه اللي ذكرناه
من صنع القرار بيبقى لمتخذ قرار. جميل. لكن يا استاذ عماد خلينا نقول انه يعني احنا اذا تكلمنا على صنع القرار يعني في الوضع الحالي اللي احنا موجودين فيه في السودان ممكن نقول من خلال الفترات السابقه خلينا نرجع كم سنه لورا حتى 2019 مثلا وحتى الان يعني شايفين الشباب موجودين في الشوارع، الشباب عندهم الدور الكبير جدا ممكن يكون برضو في التغيير، ممكن اقول حتى ثورة التغيير هي جزء كبير جدا كان منها هم كانوا الشباب. ليتمدى ممكن نقول انه فعليا حس حاليا الشباب هم عندهم الدور ده. الشباب عندهم دور عن طريق الحركه بتاعتهم على ارض الواقع يعني الواقع من خلال المشي باستمرار يعني وطريقه تفكيرهم برضو يعني لما قلنا يا اخي عندهم القوة الفكرية وعندهم القوة البدنية. معناته ده بديهم الفرصة بأنهم يفكروا بطريقة كويسة جدا، وأيضا بديهم الفرصة بأنهم يتحركوا على أرض الواقع، لأنه الحراك على أرض الواقع بيكون محتاج للقوة البدنية مثلا، وهناك محتاج للقوة الفكرية عندهم اثنين. فده طوال ده بخلينا نشوف يا أخي والله الشباب دول هم قوة كبيرة جدا وقوة اجتماعية مؤثرة في أي مجتمع. إذا كان تم توظيف قدراتهم بصورة سليمة حتى لو ممكن يكون من القيادات يتم توظيف قدرة الشباب بصورة كويسة كمان حتى منهم هم يعني لكن في مجتمعات زي مجتمعات الياداب المجتمعات الناشئة مثل المجتمع السوداني فبكون هنا محتاج الشباب هم يقوموا بالدور بأن الله يخهم يوظفوا قدراتهم بيناتهم ذاتي يعني ليه لأنه أصلا هنا لو جيت بتلقى الله يا اخي ما في زول في احيان كثير جدا بتلقى ما في زول بديك الله يا اخي الدافعيه ما بديك التحفيز المعنوي ما والله يا اخي انت مفترض تعمل كذا كمان يوجهك مثلا فهنا في في المرحله دي الشباب يكون محتاجين انهم يقودوا نفسهم وفي نفس الوقت يلعبوا الدور بانه الله يخليهم يرسخوا لمشاركه في اساسيه جدا وبصوره سليمه في صنع القرار. لكن يا زعيمات انا خلينا اجي في نقطه مهمه انت قلتها هسه حاليا، قلت انه الشباب ديل احنا اذا قدرنا نستفيد منهم قدرنا نستفيد من القوه البدنيه والقوه الفكريه الموجوده عندهم والقوه الدافعيه للتغيير، احنا ممكن نوظفهم في المكان الصح وبالتالي تكون النتيجه والمحصله النهائيه هي ممكن تكون محصله ممتازه جدا ما على مستواهم هم بتكون على مستوى كبير جدا وعاتق كبير جدا. لكن بتبقى الاشكاليه في انه اذا الشباب ما كانوا هم جزء من صنع القرار يعني فبالتالي ما حينفذ او ما حيسمع صوتهم يعني فكيف نقدر نوازن ما بين انهم هم عندهم الدافعيه للتغيير، هم عندهم الدافعيه لانهم يصنعوا قرارات كثيره جدا لكن هم فعليا ما في موضع صنع القرار ولا في موضع اتخاذ القرار. النقطه دي بالتحديد هي بنقول الله يخلي الحقوق دي تنتزع. يعني ما تنتظر كل زول ممكن يديك يعني. إذا كان منتظر زول يجي يديك القصة ممكن يطول يعني. طيب من خلال مشاهداتك على أرض الواقع. أنت لما تطالب بحقك وحسي الشباب بس الآن من 2019 يعني من 2018 هم بادروا بأنه الله يا أخي في الحراك الثوري العظيم اللي قايم به طيلة الثلاث سنين الماضية دي بأنه هم يعني طالبوا بالحاجة دي. بعدك كثير جدا وجدوا نفسهم فيه يعني. صحيح ممكن يكون ما بالصورة المطلوبة لكن لأنه ده تجارب محتاج لتراكم بتاع خبرات، تراكم بتاع زمن يعني. الحاجة المهمة جدا بأن الله يا أخي الشباب هم محتاجين بأنهم يفكروا كيف هم يصنعوا القرار يعني والقصة دي في كل المجتمعات يعني ما في الحاجة دي ما بتجي يعني عن طريق الصدفة مثلا لكن من خلال التجارب المستمرة ومراجعة للأخطاء السابقة بعدك بخليهم يتخذوا القرار المناسب يعني لسه الخطوات الجبيرة ذكرتها في بداية لسه قلت ست خطوات القصة دي ما بسهولة الزول ممكن يطبقها حتى لو كان في مؤسسة صغيرة جدا لو كان في الأسرة ولو كان في الحي ولا كذا لكن مع مرور الوقت الزول بيقوم بيكتسب الخبرات والتجارب. ده بيخليني اقول يا اخي والله مثلا يعني نحن الشباب دي لو هم وظفوا قدراتهم بصوره كويسه جدا ده بيحقق لنا شنو مثلا يعني؟ يعني مثلا في السودان نحن السودان باطن الارض ثورات كبيره جدا يعني خارج الارض برضه عندنا موارد ضخمه جدا لكن كيف نحن نقوم نستفيد منه؟ نستفيد منه نكون محتاجين للانسان يعني الانسان ده وهو نحن الان بنفتكر والله يا اخي الشباب هم اكثر من 60% معناته اذا نحن عندنا القوه البشريه كويسه جدا يعني عندنا القوه البشريه بنكون محتاجين بس فقط يعني نطور من قدراتنا نحن كشباب وبعد ذلك برضه المؤسسات الكبيره المؤسسات الخاصه والمؤسسات الشركات الخاصه والمؤسسات الحكوميه برضه يمشوا في اتجاه يدفعوا الافكار بتاعت الشباب دي نحو الامام. الحاجه دي طوالي في ميثاقين يعني في الميثاق الافريقي للشباب وده جاي من اعلى
يعني جهة في الاتحاد الافريقي، وبرضه في القرار الاممي الخاص بتمكين الشباب يعني. زي ما في قرار مماثل لتمكين المرأة، في قرار مماثل قرار اممي لتمكين الشباب في كل في النواحي يعني. فالحاجة دي القرار ده اهم البنود بحسب انه يا اخي اشراك الشباب في كل التفاصيل اللي تتعلق بالمجتمع، انه بتطوير بنهضته في المجالات الزراعيه، في المجالات الحنسية، حتى على مستوى القرارات الكبرى مثلا اللي بيتخذ مثلا في لو كان القرارات بتتسلم ولا كان تحت الحرب، ده كمان اكبر قرارات يعني في الدولة. اي بلد مثلا بيتخذوا لا بد ان يكون في اشراك للشباب ده. اشراك كيف؟ لكن يعني ما حيجيبوا الله شباب من، لكن بيشركوا الشباب ديل في البدايه في المؤسسات التشريعيه والمؤسسات التنفيذيه، بيكونوا قاعدين فيهم يشاركوا في صنع القرار. يعني خلاص هم يكونوا قاعدين في البرلمان، خلاص اوكي معناته صوتهم يكون واصل يعني، يكون في الوزارات التنفيذيه، في مجلس الوزراء مثلا، في الوحدات الاداريه في المحليات، دي كده خلاص معناته المشاركه السياسيه بتكون موجوده. المشاركه السياسيه موجوده لانه القرار على المستوى العام، القرارات الكبيره بتتخذ على المستوى السياسي مثلا، ده بخلي الشباب اللي قاعدين خارج المنظومه السياسيه اللي هو الناس اللي قاعدين في الاحياء بيشوفوا والله خلاص يا اخي ما في عماد موجود مثلا هناك وزول شاب وكذا بيمثلنا. القرار اللي بيطلع به هو بيمثل الشباب لانه برضه هم بيكون قريب لعمره وحسب يعني تفكيرهم يعني. لانه الاجيال لو الفرق بقى زي اكثر من 15 سنه مرات بيكون في فرق بتاع التفكير صحيح، بيكون في فرق بتاع التفكير. لكن لو لاحظت بنشوف الشباب الموجودين لسه في الحراك الثوري ما بين 16 سنه الى 30 سنه يعني كلهم اعمار متقاربه كده. صحيح ممكن يكون في واصلين اربعينات وخمسينات، لكن العدد الكبير جدا في ما بين 15 ل 30 ولا ما يفوت ال 30 بشويه كده. لكن انت زي ما قلت حاسه انه الحراك الثوري الموجود في السودان اللي هو بيقوده الشباب من 2019 وحتى الان هم بيناضلوا في انهم يكونوا موجودين في مواقع لاتخاذ القرار وصنع القرار، فبالتالي كممثلين لبقيه الشباب الموجودين في نفس اعمارهم بنفس افكارهم بنفس الطريقه بتاعت الحلول هم ممكن يكون بيفكروا فيها. وزي ما انت قلت برضو لكن بيلاقوا كثير جدا من التحديات اللي بتواجههم في مجتمعات ابويه، انه لسه انت كشاب ممكن تكون ما عندك التراكم المناسب من التجارب اللي بتخليك انك تكون موجود في المكان ده، او الخبره المماثله لشخص اخر يعني موجود في نفس المكان. هي الفكره ما فكره تنافسيه بقدر ما انها هي فكره تكامليه ما بين وجود الشباب ووجود الاجيال السابقه في انهم يكونوا في مكان واحد لاتخاذ قرار. لكن مرات الاختلاف وعدم تقبل الشباب في وجود صنع القرار ممكن يكون هو ذاته سبب في عدم التنميه، صحيح؟ يعني انت كونه ما اشركت فئه كبيره جدا. يعني خلينا نمسك بالارقام مثلا، انت بتقول اكبر يعني اكبر فئه موجوده في 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 البلد في المجتمع ما مشارك في اتخاذ القرار، اذا الخطه الاستراتيجيه بعد حتتبني بطريقه خاطئه. تتبني بطريقه خاطئه، انت حتنفذ القرار نتائجه حيكون نتائج سلبيه مثلا يعني. عشان كيف غالبا الشباب لما يا كمان اي مجتمع مثلا لما يكون في تحديات كبيره جدا بيواجه مثلا زي القضايا بتاعت المشاركه مثلا، سواء كان مشاركه اجتماعيه ثقافيه سياسيه اقتصاديه غيره يعني، الناس بيقوم بيلجوا لحاجه مهمه جدا، والشباب درسهم هم لجوا له يعني ما يسمى بالعقل الجمعي. العقل الجمعي ده هو يعني بيقوم بعمل التسهيل والتسهيل لتغيير السلوكيات الكبرى في المجتمعات مثلا. يعني الناس والله يقوم يقولوا والله يا جماعه احنا والله عندنا مشكله مثلا بتاع البيئه مثلا، خلاص في مجموعه من الناس يقعدوا يفكروا ويطرحوا افكارهم كده، وبعدين يمشي يعمل مشاورات كبيره جدا يخلوا الناس باقي الناس يقوموا يتبنوا الافكار بتاعتهم ده. ايوه فده بنسميه والله يا اخي في علم التنميه بنقول والله يا اخي ده العقل الجمعي. هو عباره عن مجموعه من العقول مثلا تزوبت في عقل جمعي واحد. يعني مجموعه بتاعت افكار بتاعت الناس ايوه جو في حول قضيه محدده بيقوم بيحصل اتفاق عليه. ده برضه بيخلينا بكون يعني اسسنا لوعي في مجال المحدد ده، لو كان في قضايا بتاعت التنميه ولا قضايا بتاعت السلام ولا قضايا اقتصاديه، بيكون حق رفعنا وعي فيه وخلينا الناس يكونوا متاثرين به. يعني حتى الناس ما هم في البيئه لو كان ما شباب مثلا اكبر مننا كمان اصغر مننا يكونوا متاثرين بالقرار ده، وبعد ذاك يقوم يتبنوا افكار الناس اللي قاعدين يتبنوا الافكار دي يعني. جميل. يعني مثل لو ضربنا مثلا يعني الشباب بيقول له والله يا اخي دايرين مجلس، كان قبل فتره يعني قبل الاحداث 25 بيتكلموا عن مجلس الثوري مثلا. ايوه مجلس الثوري، بعد فيه المجتمع كله بيقول يا جماعه خلاص الشباب ده قدموا المجلس التشريعي الثوري مثلا. ده يعني ما الشباب كلهم قاعدوا يطرحوا القصه دي، لكن مجموعه من الشباب قاعدوا وحاولوا يقوم يقنعوا الناس
بفكره معينه بعدها خلاص اوكي الناس يتبنوه. دي بنسميه والله يا اخي العقل الجمعي. لما يحصل العقل الجمعي في اي حاجه، لو كان في مجال اقتصادي مثلا، لو ضربناه في مجال اقتصادي ولا في مجال اجتماعي، بيقودنا لنقطتين. بيقودنا بانه يكون في فرق بتاعت عمل ذكيه، ودي بنلاحظه في الشركات مثلا، الشركات الربحيه اكثر يعني مثلا يكون واضح فيه، بيقولوا والله في مجموعه بتاعت في الشركه دي، في مجموعه كده لو اديتهم العمل ده بيقوموا بيه وبيدور كبير جدا. يا كمان حتى لو كان في غنف ضعيف، بيقولوا والله في في تيم محدد 4 أو 5 لو اديتهم البرنامج ده بيقوموا بيه بصوره اكمل جدا. بدينا حاجه ثانيه برضه، هنا قلنا مجموعه عمل ذكيه، بدينا هنا فرق ابداعيه ومجموعات ابداعيه. المجموعات الابداعيه بنشوفها طوال في المشاريع الكبيره جدا. لو ضربناه على المثل الكبير جدا، بنشوف الله يا اخي المجتمع بتاع مثلا بتاع الفيسبوك مثلا، مارك ده يعني مارك ده هو صحيح اللي هو الزول الرئيس التنفيذي للشركه بتاع الفيسبوك مثلا، وجوجل مثلا. لكن لما نيجي نشوف بنيجي والله هم لما كان قاعده مجموعه من الشباب اكثر من 70 شاب جمعهم حاجه واحده، جمعهم الشغف بتاعت بانه والله هم دايرين يبتكروا لهم حاجه جديده. عندهم جايين من خلفيات اكاديميه مختلفه جدا، ايوه استفادوا من البيئات بيناتهم، يعني استفادوا من التنوع بتاعتهم ده، بعد انتجوا لنا المنتج اللي هو المنتج الابداعي. احنا ممكن نقول على ارض الواقع في السودان برضو عندنا نماذج مماثله، اللي هو اذا مسكنا حتى على مستوى الجامعات بنلقى في ممكن تكون المنتديات الموجوده، الحوارات والنقاشات اللي بتكون موجوده، ممكن تكون برضو في جمعيات خاصه بفنون معينه او مثلا بشكل ادبي معين. اذا مسكنا حتى على مستوى الاحياء هسه حاليا في كثير جدا من الناس اللي بيشتغلوا. اذا رجعنا برضو بنلقى انه الفنانين التشكيليين الشغل الكثير اللي عملوا به، معناته تطور وتنميه، هم استفادوا من الخبره الموجوده عندهم، واستفادوا برضو من الوعي الموجود عندهم، واستفادوا ايضا من الدافعيه الموجوده للتغيير. لكن إذا عايزين نستفيد من 60% اللي أنت ذكرتها لعدد الشباب في الفترة القادمة من السودان، فإننا كيف لكن بشكل بسيط وفي نفس الوقت بشكل واقعي ممكن نقدر ننفذه، فإنهم كيف نقدر نستفيد منهم في التطوير والتنمية؟ عندنا مشكلات كثيرة جدا وتحديات اقتصادية اجتماعية غيرها، نستفيد منهم كجزء من الحل. كويس. حتى لو ما كانوا جزء من يعني من المجالس التشريعية السياسية. أي. أه. خلينا لو تكلمنا عن يعني جانب التنموي البحث مثلا، يا كمان جانب اجتماعي. لو مسكنا وكان احنا كان عندنا تجربه في 2016 2015 في شرق السودان، في مناطق بتاع دارفور، في نهر النيل، في الغرى يعني. مشينا مثلا جمعنا مجموعه من الشباب، ما في قريه في السودان الان ما في خريج مثلا. كان بنمشي نقعد مع الناس دي بنفتكر والله يخدينا هم الشباب الخريج يعني كان نواه التغيير مثلا، ناس يكون خريجين نهي من الدم لانه ما حنكون قاعدين معهم باستمرار. صحيح. هنديهم الادوات والمهارات المحدده يقوم يحددوا الاحتياجات بتاعت المنطقه المحدده. يعني لو اسف في كل قريه مثلا يا كل مجموعه بتاعت القرى الشباب دول قعدوا مثلا وطلعوا الاحتياجات الاساسيه بتاعتهم، يشوفوا والله يا اخي المحتاجين لشنو مثلا، التنميه مثلا يعني الصحه محتاجين لشنو مثلا، التعليم محتاجين لشنو، التنميه الشركات يعني المنتجات الموجوده في المنطقه دي والبيئه دي بتناسب معي يعني مثلا يا منتج مثلا يا زراعه مثلا. فكده نحن بنكون اسسنا لبدايه صحيحه لمشروع بتاع تنميه البلد بصوره عامه، وبعدين الحاجه اللي بتكون ميزه مختلفه من الثانيه لانه جاد من الغايه تحت، لانه الدراسات دي كلها بتطلع من تحت خلاص الناس تفضل معلومه انهم ينفذوا. صحيح. وده بدينا مصداقيه اكثر بانه الله يا اخي الناس اللي القرارات يجاز مثلا على مستوى الولايه كمان المستوى الاتحادي ما حيلقى رفض مثلا، ليه؟ لانه هم كانوا جزء من القرار، هم اللي اتخذوا القرار يعني. صحيح. ورفعوا الاحتياجات بتاعتهم، لكن بكونوا محتاجين لحاجه بسيطه جدا، بانه الله يا اخي الناس اللي هم بيحسوا بانه عندهم القدره وعندهم الكفاءه ممكن يساعدوا الناس في عمل الدراسات التنمويه دي مثلا، يمشوا يقعدوا معاهم بس يعني ولو كان جلسات بس العالم ده تطور يعني، ومعظم الشباب ده عندهم بيستخدموا الوسائل بتاعت التواصل الاجتماعي. صحيح. فممكن يعملوا زي الجروبات سواء كان في السوشيال ميديا على ارض الواقع، يتابعوا مع الشباب اللي يدوم التقنيات المحدده يا اخي يعملوا الدراسه دي كيف الدراسه الاوليه ولا حاجه مكلفه جدا عنه. صح. يدرفع لفوق بعد ذلك يمشي. وحتى لو ما اقول يا اخي الناس ممكن بعض الشباب ممكن الان يسمعوني يقول يا اخي القصه دي يا اخي الناس اللي قاعدين في الصوت ممكن المستوى المحليات ممكن ما يسمعوا لنا. انتوا عرفوا الكلام ده برضه، عملوا الخطط الاوليه دي بعد ذاك انتوا حتلقوا تمويل يعني. العالم الان بقى حاجه منفتحه جدا في المنظمات الدوليه في المنظمات الاقليميه دي، بيكون محتاجين بانه والله فكره مبتكره. صحيح. بعدهم يساهموا فيه يعني. أكيد. ويلموا فيه المجتمعات دي.
أنا شكرا جدا لك أستاذ عماد الدين إدريس محمد، ناشط اجتماعي، كنت اليوم مشارك لنا من خلال قضيتنا لليوم مشاركة الشباب في صنع القرار. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.